مرة تانية في سيدتي ومعانا فنانة الديكوباج الأستاذة ناهد عبود. أستاذة ناهد أهلا بيكي. أهلا بيكي. في البداية كده عايزاكي تشرحي للناس يعني إيه فن الديكوباج. هو فن بسيط قوي وبيستخدم فيه يعني خامات بسيطة موجودة متوفرة في أي مكان. أهم حاجة يكون عندك ورق ومقص وتقصي وتلزقي. هو فكرة يعني القص واللزق، يعني انك تقصي الورق وتلزقيه بشكل مختلف بالزق. على لوحة، على حاجة، على اي حاجة بقى، يعني اي حاجة تتخيليها، حتى على الحائط، على الموبيليا في البيت، دولاب متضايقة من شكله ممكن تجدديه بلزق الورق. فكرة الديكوباج السرير، المطبخ نفسه ممكن تجدديه. كل حاجة، كل حاجة شغال في الريسايكل بشكل جميل قوي بجانب الديكور بتاعه. الخامات المستخدمه فيه ورق بس ولا في خامات مختلفه غير الورق؟ هو كل انواع الورق، ورق مناديل، ورق حوائط، ورق جرايد، ورق كل اي نوع ورق. اي نوع ورق ممكن يشتغل بيه. اوكي حلو. تحبي نبدا بايه؟ والله عشان احنا معانا بقى الاستوديو، يعني الحقيقه الاستاذه ناهد غيرت لنا شكل الاستوديو النهارده بمجموعه كده كبيره. والله يعني الحمد لله المجموعه دي كلها جديده بالنسبه لي في الفتره الاخيره عاملاها. كلها جديده؟ بدأ من امتى؟ لا انا بقالي يعني بصي هي الهوايه، هي هوايه من زمان طبعا، لكن كحرفه او كبدايه فن الديكوباج نفسه تقريبا من 10 سنين. من 10 سنين تمام. كل اعمالك دي حاجات جديده. طب انا نفسي نبدا باللوحه دي، مش عارفه يعني اي واحده. دي لا ده دي بقى اختراع اساسا. دي اختراع، يعني هي طبعا بوستر عادي خالص. اوكي. تظبطي بقى مع الورقه كده ثبتي وهم ورقه الاساس بتاعتي، ورقه بنوته اللي هي بصه من انا لزقت الورقه على قطعه الخشب. اوكي. وابتديت انفذ كل حاجه فيها بخامه مختلفه. واحكي لنا بقى الخامات. الورد الذهبي اللي على الطرف ده ايه مبدئيا؟ ده رسم ده ولا برضو ده ورق؟ لا ده ستنسل. باللي هو الستنسل اللي يعني بلزق بيطبع كده طباعه، طباعه ستنسل تمام متفرغه كده وبنحط بالظبط. هو ده أوكي. وبعدين الجوب بتاعتها عملتها عارفه الشرايط اللي بتتلف في اعياد الميلاد، الشرايط الطول والحاجات دي تمام. عملت الجوب بتاعتها حلوه جدا، والبلوز ده بالدانتيل يعني، وخامات بقى مختلفه وحبال. البلوزه دي دانتيل فعلا؟ طبعا من عندي مش وخرز وخرز ويعني هي باينه قوي في الكاميرا. وخرز، واستخدمت خرز كمان عشان ابرز الورود اللي موجوده في اللوحه. لان دي عملتها بمزاج جامد بصراحه. باينه، شفتي انا شاورت عليها طول من وسط كل الحاجات. صح، كل اعمال يعني جميله. استخدمت حبال واستخدمت خرز واستخدمت لولي، يعني استخدمت مجموعه توليفه من الخامات. في حاجات طبعا مش كل الرسمه كلها، مش كلها حاجات بارزه، في جزء برضو مطبوع عادي صح؟ الرسمه الاساسيه، الرسمه الاساسيه ورقه عاديه خالص عليها الرسمه، وضفتي عليها وانا ضفت الاضافات بقى بعد ما لزقتها اضفت الاضافات بتاعتي على الرسمه نفسها. اصلا في رسمه، في يعني رسمه وزرع وورد وكل حاجه، وانا اشتغلت عليها بالظبط. تفرق جدا فيها. اكيد اكيد. وعندي برضو دي كمان، دي برضو ديكوباج مجسم. يعني برضو انا بحب قوي استخدم توليفه من الخامات في العمل. هو دوت كل ما الخامات بتبقى كتير متعدده بتخليه الصوره غنيه اكتر. بالظبط بالظبط. بس في برضو في بعض الاحيان بستخدم الديكوباج المجسم ورق بس. يعني حسب رؤيتي انا للصوره. حسب انت حابه انها تكون يعني يعني في صوره احس ان انا لو اضفت اضافات هتبقى اجمل. في صوره احس ان انا لو اضفت اضافات مش هتبقى حلوه، هتقلل منها. فده الاحساس بالعمل هو مهم جدا قبل البدايه، في البدايه يعني تمام. هنا طبعا برضو انا استخدمت ده المجسم. عملت الخلفيه بالشمع، مسدس الشمع، ودهنات وورق مناديل، وبعدين لونت، وبعدين ورق مناديل. ورق مناديل المطبخ هو اللي مدي شويه الكرمشه، مش ملسقي يعني. بعد ما اضفت اللي هو الحبوب الحاجات دي بالمسدس الشمع، لزقت عليها ورق مناديل، منه يديني تاثير ومنه يحمي لي اي طبقه تحتيه ما تقعش تمام.
وابتديت بقى اجسم العروسه نفسها والطاقيه بتاعتها والخرز بقى والورد ويعني برضو اضافت اضافات حتى العقد بتاعها والاكسسوار بتاعها اكسسوار فعلا بالظبط بالظبط حلو والعقد برضو. والعقد والسلسله كمان اللي هي ماسكاها بالحبل الحبل ده المفروض السلسله انا حطيته خيوط سرما كانها سلسله وطبعا والغوايش بتاعتها والخاتم لا يعني اضفت بارز. اضافات دي بقى الاضافات اللي هي تخلي لك اللوحه غنيه في اضافات تحطيها تحسي كده ان هي بقت حاجه حودت لحاجه تانية خالص اتجاه اللوحه انت في البدايه كنت يعني الاعمال دي لما كنت بتعمليها كان بتعمليها لبيتك ولا لما بداتيها كمشروع لا بصراحه انا لما بديت ان انا بنمي هوايتي دي بدايه لنفسك لبيتك لبيتي الاول شلت كل الحاجات الجاهزه في بيتي وفرشته من شغلي انا فطبعا الهوايه ما بتقفش بتفضل مستمره وعشان تفضل مستمره فانت بتشتغلي كتير ولما تشتغلي كتير بالتالي خبرة أكتر اكيد طبعا. مع كل عمل بعمله بيكون احسن من اللي قبله امتى بقى خدتي خطوه انه لا ده مش هيبقى لبيتي بس او ده مش هوايه بس لما العمل لما الموضوع زاد قوي زاد عندي وخلاص انا الحاجات الموجوده في البيت عندي بقت الحيطان اتشبعت اكتفيتي عايزه زبون تاني بقى غيرك عايزه تدوري على حد غيرك ابتدى بقى ابتدت هدايا ابتدى ولادي مثلا لما يكونوا رايحين زياره لاصحابهم هديه بتاع انا مثلا حد من الاهل اتجوز هديته حاجات كده بقى وابتدى بقى برضو نوعا ما انزل معارض اصحابي يشتروا مني حاجات بسيطه بس ما عندكيش عمل تاني لا, لا لا حسيتي ان انت لما بداتي تاخدي الخط ده حسيتي ان هو فعلا حقق لك مصدر دخل وحقق لك يعني كيان بقى حسيتي ان انت ليكي يعني زي وظيفه او ليكي مشروع صغير ليا بصي بشبه هوايتي ده مهم جدا طبعا بعيد عن حتى لو الناحيه الماديه مش بعيد عن المكسب فعلا بعيد عن المكسب بشبه هوايتي بنفذ حاجه انا حباها بتخرجني من مود لمود تاني خالص لو في ضغط عصبي في مشاكل خالص بتمص فعلا حقيقة. الطاقة السلبية اللي في الجسم فأنا بعمله عشان أنا بحب ده عشان أنا بحبه تمام اللي هتحبي تكلمي عن إيه سيبك أنت تختاري بصي حضرتك معلش اللوحة الواقعة دي كمان برضو دي أنا عملتها ده يعني ما استخدمتش معاها أي إضافات ورق بس دي ورق خالص كلها ورق بس الطابلو الخارجي خشب الطابلو الخارجي خشب هنا بس اضفت شويه حبوب عشان يعني احلي اجمل بيها البرواز الخلفيه البرواز بتاعي الخشب بس ولونته بالوان مناسبه للون الورق بتاعي وجسمته بحيث ان يبقى هو كله ورق بس هنا ما اضفتش اضافات وعملت معاه طبق وازازه بحيث ان هم يبقوا ركنه مع بعض كوين كله نفس بالظبط بالظبط يعني بالظبط طيب الصواني بقى كلميني عن الصواني المختلفه جدا دي حلوه قوي الصواني دي بقى والله بصي انا عملت صواني كتير بصراحة عملت صواني كتير فعلا بس دي مختلفة في ايه بقى؟ حلوة قوي يعني مصرية كده أيوة عربية هي كده بالرغم اني الفن ده فرنسي صعب قوي ان انا امصره لكن سبحان الله اتمصر معايا في الموضوع ده والله احنا نمصر اي حاجة ايوه يعني اللي. يعني مصرته في زخارف النوبية وبرضه عملت بيه صور فرعونيه بالورق البردي واضفتها برضو اداني شكل حلو قوي بالرغم ان هو فرنسي لكن نحول ان احنا نحوله لفن ينفع البيئه بتاعتنا انت الرسومات اللي على جنب الرسومات دي ورق دي ورق ده ورق متلون يعني لا هو ورق مطبوع عادي هي الورقه اصلا هي الورقه كده وانا قصيت شرايط حلوه جدا الشرايط دي لزقتها بالشكل ده وحاولت ان انا انوع في هو الصواني بيبقى ثلاث اطقم ثلاثه مقاسات يعني حاولت ان انا اخلي كل مقاس بلون
من الوان المثلثات اللي موجوده اوكي في الزخارف. الارضيه بتاعت الصينيه نفسها يعني ونوريها أيوة كده واحده ازرق وواحده على بينك كده او احمر والثالثه اللي هي كبيره اخضر. يعني انت حتى عاجبني ان انت حتى اللون الازرق اللي انت دهناه ده مش دهناه يعني ازرق بقى خلاص كده لا عاملاه بحب قوي انا ادخل الذهبي بالذات بيديني معرفش بيديني كده احساس حلو إحساس في وفكره ان اللون مش منسجم كله مش صافي يعني مدخله فيه مع مود الصينية. بصي حضرتك انا شفت المثلث لقيته داخل فيه ابيض فانا دخلت ابيض دخلت يعني خطوط خفيفه بيضه مع الذهبي لا حلو اللي انا عملته يعني الحقيقه صينيه مميزه تسلم ايديكي ميرسي. طيب احنا هنا معانا على الترابيزه برضو مجموعه كبيره حاولي كده تحكي لنا عنها. شجر النحاس دي اوكي هي حد طلب مني ان انا اعلمها له فانا عملتها وسجلتها ونزلتها فيديو على اليوتيوب علشان كدرس تعليمي للي طلبته مني فالوردات جاهزه من اي محل بتاع بتاع خيوط او تطريز او الحاجات دي وعملتها بسلك النحاس اوكي وحبيت ان انا استخدم سلك النحاس البني اللي هو بتاع المواتير علشان برضو اللون ما يضيعش مني لان النحاس بشكل عام الاصفر بتاعه بيطفي شويه فانا حبيت ان انا استعمل البني بحيث ان كمان يديني لون الجذع نفسه قريب جدا فعلا للون الشجر الحقيقي بالظبط ومعاه الطبق دوت والكوبايه دي يبقى طقم مع بعض الكوبايه اللي هي دي اللي مترزه هي كوبايه ازاز انا عملتها وزينتها باللولي على اساس ان هي تبقى تبقى كانها فازه مديه شكل الفازه فعلا ولو حتى على حجم اكبر برضو هتحسيها تدي فازه واضفت معاها بقى حبات من الكريستال بتاع النجف العادي خالص بحيث ان هي تديني شكل مختلف اوكي يبقى انا استخدمت الكاميرا مبينه ده ولا لا بس فعلا في مع بجانب الورد ده في كريستالات كده كريستالات بتاعت النجف تمام وبستعمل كمان في الشغل بتاعي قشر البيض كمان بيديني نتيجه رائعه اوكي عندي الطقم ده مع الازازه دي اوكي كده حلو ده استخدمت قشر البيض البني مش الابيض ما لونتوش سبته بلونه فعلا استخدمت البني ليه علشان يمشي مع درجات لون الصوره نفسها عشان يبقى متماشي مع نفس لو انا اضفت القشر البيض الابيض هضطر ان انا الونه او اسيبه انا حبيت ان انا اعمله بني وبعدين البني نفسه درجات مش كله درجه واحده فعملت اجزاء واجزاء بالقشر حسب ما بتيجي معايا حتى لو درجات مختلفه مديه تاثير تاثير حلو في العمل ميه واحده بالظبط. طب الصندوق ده ايه بقى؟ الصندوق ده خشب الجزء التحتاني بورق مناديل والغطا بتاعه بالتقنيه اسمها اللي هي الكراكليل اللي هو بيشقق ويبين لي ان الحاجه قديمه بتعمليه زي الكراكليل ده واللي هو بيبقى طبيعته كده اصلا كان عندي لا دي ماده يعني بصي حضرتك الطبق الفخار اللي جنبك في طبق ده في اول واحد اوكي في اللي هو الزخارف الاسلاميه دوت انا عاملاه كراكليل بس بماده خاصه بالكراكليل بيشقق معايا بدهن لون تحت وبعدين ماده اللي هي بتساعد على التشقق وفوقيه بقى ماده الكراكلي نفسها اوكي فبتشقق بتبين لي الطبقه التحتانيه خالص فتقوم تدي بقى فتقوم تدي التاثير ده اول مره اعرف يعني التقنيه بتاعتها اول مره اعرف ازاي بتتعمل. طب انا عايزه ارجع تاني للصندوق ده تقولي عاملاه بورق المناديل ازاي ورق المناديل بيتحمل يعني ما بياخد طبقات حمايه ازاي بقى يعني هو في ورق مناديل اللي هي بتاعت السفره بتاعت عيد الميلاد انا باخد الورقه وبس يعني بستفيد بيها في العمل يعني الطبق اللي هو بقشر البيض دوت الفخار الاولاني ده الوردات الروز دي ورق مناديل قصيت ورقه المنديل من الورده من المنديل ولزقته على قشر البيض وقشر البيض دي هنا استخدمته الابيض لكن الورقه دي انا اللي هو في الصندوق استخدمت الورقه على بعضها عشان يديني الزخرفه كلها اوكي ضفتها في الـ في الـ في الارتفاع بتاعه والغطا بقى عملت نفس ماده الكراكلي
وبتقولي لي يعني بيتعالج بطريقه معينه بدهن بعد ما بخلص انا يا اما اللي هو السبراي الرش الشفاف او طبقه ورنيش مائي او طبقه ورنيش زجاجي المهم لازم ياخد حمايه. طيب يعني اصل انا قلت المناديل برضو مش هتتحمل اكيد يعني لا طبقه الحمايه بتخليه يقعد لفترات وما بيجرالوش حاجه. طيب انا حابه برضو اللوحه اللي هي يعني متماشيه كده مع سيدتي دي السلويت دوت تقنيه اللي هي السلويت اللي هو بيسود في ابيض بنضيف مثلا الارضيه بتبقى سوداء وتضيفي رسمه بتغطي الارضيه سوداء وبغطي يعني انت بترسمي الجزء الثاني فهو الشكل فيبان لي الارضيه هو الاسود بقى هو ده اللي هو السلويت هو ده اسلوب متماشي جدا فأبي. ده اهداء لينا ده يا سلام ما يغلاش عليكم متماشي معانا جدا ما يغلاش عليكم. ايه تاني عشان وقتنا بقى حاجه دي مثلا دولت هنا انا عملت دولت نفس الشكل الخشب بس عملت مره بشكل خليت الفتحه من فوق ومره خليت الفتحه من الجنب دوت علقت مفاتيح هنا استخدمت قش بيض وورق مناديل ده ورق مناديل الحصان ده ورق مناديل برضو وقشر بيض قشر بيض دي استخدمت الجزء الفوقاني ده لونت اللون الارضيه بتاعته بدرجه من درجات اللي موجوده في الورقه عشان تبان لي من فتحات القشر دي بقى انا استخدمت فيها كذا تقنيه هنا استخدمت فيها الديكوباج بالورق الصور استخدمت فيها الستنسل الطباعه استخدمت فيها تقنيه اسمها شابي شيك اللي هو بنخربش الشغل بحيث ان يبان لي قديم بالرغم ان هي انا لسه عاملاها جديده لسه عاملاها جديده ولكن لما تشوفيها تحس ان هي قديمه انها حاجه انتك يعني تسلم ايديكي جدا نورتينا الحقيقه يعني احنا ده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي ان كل شخص ياخد هذه الخطوه ان هو يعمل مشروعه الصغير لان ده اللي احنا محتاجينه ومحتاجين ان احنا نرجع للصناعه المصريه محتاجين ان احنا نرجع نسمع صنع في مصر منتجات جميله اهي معانا ربنا يوفقك ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله بشكرك كانت معايا فنانه الديكوباج الاستاذه نهد عبود ميرسي ليكي شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا بكره حلقه جديده من سيدتي شكرا لكم.